السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ علاء مختار ومادتكم المفضلة مادة الفيزيكس، ومكملين مع بعض في سلسلة 10 minutes physics. السؤال بيقول لي if the B field pointing out of the page، واحنا عارفين يعني ايه pointing out of the page، يعني المجال هيكون عبارة عن نقطة، نعمل نقطة كده ده pointing out of the page زي ما هو رسم لي تحت، تمام. وبعدين ايه اللي حصل؟ suddenly drop to zero، فجأة قل. طالما احنا عارفين ان magnetic field decrease or increase هيتولد in this coil induced current، هيتولد فيها induced a current. طيب تعالوا نشوف مع بعض ال induced current اللي هيتولد في هذه الحلقة هيبقى in which direction، وازاي عرفنا what direction is the induced current. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان magnetic field هذا قل، الماجنتيك فيلد الاصلي ده قل، واتفقت مع بعض ان الحلقه هذه هيتولد فيها انديوز كارنت، دي حاجه خلاص مفروغ منها. يا ترى الانديوز كارنت اللي هيتعمل هيعمل لي ماجنتيك فيلد ان ذا سيم دايركشن مع الماجنتيك فيلد دوت، ولا ان ذا اوبزيت دايركشن؟ ايوه انا سامع واحد بيقول لي لا يا مستر، طالما الماجنتيك فيلد ديكريز هيبقى الانديوزد ماجنتيك فيلد ان ذا سيم دايركشن، يعني هيتولد لي ماجنتيك فيلد هيبقى عبارة عن نقطة كمان، عشان هذا كأنه بي انديوز ماجنتيك فيلد. طيب يعني معنى كده الكرنت اللي عمل هذا الماجنتيك فيلد، هخلي الثمب مع الماجنتيك فيلد للخارج، باقي الأصابع هتشير باتجاه الكرنت، يعني معنى كده إن الكرنت هيبقى كاونتر كلوك وايز زي ما انتو عارفين، كاونتر او هي مكتوبه فوق كاونتر كلوك ايه وايس، يبقى كده عرفنا الاجابه دي جات منين. تعال نشوف الجزئيه الثانيه من السؤال، بيقول لي if a coil is rotated as shown in the B field pointing to the left، يبقى انا عندي magnetic field هنا، كان هذا المagnetic field يشير لاتجاه اليسار، تمام. In what direction is the induced current؟ طب انا عايزك تركز معايا، وانا واثق انك انت مركز ان شاء الله، وانت كمان مركز. دلوقتي احنا متخيلين انت الحلقة دي موجودة فين؟ الحلقة هذه موجودة على المكتب بتاعك، موجودة على المكتب بتاعك، والماجنتيك فيلد دوت بيمر على الحلقة من فوق، اي الماجنتيك فيلد، هل في اني فلوكس هنا؟ لا طبعا مفيش فلوكس خالص يا مستر، مفيش اي خطوط مجال بتخترق هذه الحلقه. طب الحلقه زي ما انت شايف هو في الرسم رسمها لي انها روتيت ان ويتش دايركشن، روتيت كده يعني ايه؟ مش فاهم، يعني اصبحت كانها هتبقى عموديه على الماجنتيك فيلد، هتبقى عموديه على الماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد هيدخل من الحلقة كده ويعدي منها، يعني معنى كده إن هنا كان ال B equal zero في هذا في هذه الحالة كانت ال B equal صفر، هيبدأ الماجنتيك فيلد والإنكريز. ممتاز جدا، أنا سامع إن في حد بيقول لي طالما ال B هذه هتبقى إنكريز هيتولد induced current يعمل لي magnetic field in the opposite direction، يعمل magnetic field in the opposite direction، يعني المجال هيخرج من الحلقة اللي هو ال B induced، هيخرج يعني ايه؟ ايوه كده، هيخرج يعني كأنها أصبحت north، كأنها أصبحت ايه يا ولاد؟ north، و north يا مستر يعني كأنها dotted، واحنا عارفين ال dotted لسه قايلينها ان هيتكون لي current هيمشي في كاونتر كلوك وايز. يا رب تكون الفكرة وصلت، هي بس عايزة رسم في 3 دايمنشن وانا اجتهدت ان انا اوصل المعلومة. يبقى دلوقتي هيبقى what direction is the induced current counter clock wise، ليه؟ عشان الflux into loop is increasing، طبعا المجال هيزداد داخل اللوب، so need to create field out of the loop in the opposite direction of the basic field. Okay.
تعال نشوف الشريحة اللي بعديها بتقول لي ايه ونركز فيها مع بعض عشان مش عايز اطول عن 10 دقايق زي ما احنا اتفقنا مع بعض، بس انت وعدني انك انت تذاكر نفس الكلمتين اللي احنا بنقولهم في 10 دقايق دول مش اكتر. الشريحة التانية بتقول لي A wire loop is being pulled through a uniform magnetic field. انا عندي اللوب هذه انا بسحبها inside uniform magnetic field داخل الماجنتيك فيلد. اللوب هذه لا هي جت من بره ولا هي خارجه بره، لا ده inside within the magnetic field. يبقى تاني our loop is being pulled through a uniform magnetic field. What is the direction of induced current؟ طب يا مستر هتحفظها ما تنساهاش، إن طول ما الحلقة هذه move inside a uniform magnetic field there is no induced current، مفيش أي induced current بيتكون خالص يا ولاد. يبقى no induced current، no change in flux، no induced current. أمال متى يتولد بقى ال induced current ده؟ إمتى يظهر عندي ال induced current؟ لو كانت الحلقة هذه خارج المagnetic field وبتتحرك in this direction وبدأت تدخل جوه المغنيتيك فيلد، في الحالة ديت هيبقى عندي induced current generated أو تولد induced إيه current. وسمع واحد بيقول لي ده كانت هنا ال B بتساوي صفر، هنا بقى في B بتزداد، معنى كده إن ال B induced هتبقى in the opposite direction، يعني هذه كانت X هيتعمل لي نقطة عشان تقاوم التغير في الايه في الفلوكس اللي حصل، ونقطة احنا خلاص حفظناها يا مستر هتبقى كاونتر كلوك وايز، ده في حالة لو كانت الحلقة في الخارج وداخلة ماجنتيك فيلد. طب لو كانت في الماجنتيك فيلد الحلقة كانت موجودة inside the magnetic field وهتخرج بره، برضو هنا كده هيتكون I induced. طب تعالى نفهمها مع بعض، هنا ال B كان ليها قيمة 3 مثلا تسلا، رايحة على B بتساوي 0، يعني الماجنتيك فيلد بيقل، الماجنتيك فيلد بيقل ده يخلي لي إن ال B induced هيبقى in the same direction، in the إيه same direction، يعني الأزرق كهذا ال B induced. ال B induced عشان يبقى X، يلا حط الثمب داخل الورقة وبقية الأصابع هتشير إيه؟ clockwise. برافو عليك، يعني الـ I induced في هذه الحالة هيبقى clockwise. أتمنى أكون قدرت أوصل معلومة، سعيد بيكم جدا 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 وبمتابعتكم للقناة، وانشر القناة عشان يمكن حد يستفيد، يبقى أنت كسبت أجر وأنا كسبت أجر أنا كمان. وما تنسانيش من الإيه؟ من الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.